بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. لقد استشهد الرسول الأعظم في 28 من شهر صفر من السنة 11 للهجرة، بعد 23 سنة من تحمل المسؤولية العظيمة في أداء رسالة الإسلام. وقد أوصى الأمة الإسلامية بحفظ أمانتين كبيرتين، هما كتاب الله القرآن الكريم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الجميع اليوم في عزاء، والكل حزينون مغمومون، ونحن أيضا نعزي جميع المسلمين الحقيقيين وأتباع أهل البيت عليهم السلام في ذكرى استشهاد خاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول وفاة نبي الإسلام. وقد كان النبي رحيما جدا، حتى أن الله تعالى سماه رحمة للعالمين. إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب لجميع الناس أن يكونوا من أهل الجنة، كما كان يدعوهم دائما إلى الخير وعمل الخير. ولم يكن رسول الله ليطلب من أحد أجرا على رسالته، بل كان يوصيهم دائما بالأخوة والمساواة. لقد كان يريد منهم أن يتبعوا طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليعرفوا بواسطتهم طريق الحق والخير والنجاة، وأن لا يتركوهم أبدا. أيها الأعزاء، نرجو أن نكون من العاملين بهذه الوصية النبوية المقدسة. أيها الأحبة، لكي نتعرف أكثر على الأيام الأخيرة من حياة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، ندعوكم إلى متابعة حلقتنا لهذا اليوم مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحمد الوداع. الوداع. مضت عدة أيام على عودة النبي صلى الله عليه وآله من سفرته إلى مكة المكرمة، ولكن كأنه قد أصيب بمرض ما، فقد كان يعاني صلوات الله عليه وآله من ارتفاع حرارة بدنه، ويشعر بآلام شديدة في رأسه الشريف، فأشار عليه الطبيب بضرورة الراحة، فاستلقى النبي في فراشه ولم يعد قادرا على استقبال أحد، ولم يستطع التجول في أزقة المدينة أو الذهاب إلى المسجد ليصلي جماعة بالناس أو الإجابة على أسئلتهم، بل إن الحسن والحسين أحفاده لم يعد بوسعهما اللعب مع جدهما صلى الله عليه وآله،
فسأل الناس عن حال النبي وأحواله من السيدة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وكذلك كانوا يسألون عليا عليه السلام. أما النبي محمد صلى الله عليه وآله الذي شعر بأنه يقضي أواخر أيامه، فقد أراد أن يلتقي الناس مرة أخرى، فقام بصعوبة كبيرة ثم طلب أن يأتوا له بسبع قرب ماء من سبع آبار كانت في أطراف المدينة، فغسلوه بذلك الماء حتى برد بدنه الطاهر، ثم ارتدى ملابسه ووضع منديلا على رأسه وقام، ثم جاء إلى المسجد حيث ساعده ابن عمه علي عليه السلام وبعض الأشخاص من عشيرته، ثم صعد المنبر فحمد الله تعالى وشكره وقال بصوت ضعيف يبدو على صاحبه المرض: أيها الناس، من كان له حق علي فليأتي لأعطيه. أما الناس فحينما رأوا النبي في هذه الحالة بكوا كثيرا، وأضاف النبي قائلا: أيها الناس، اعلموا أنه لا ينفعكم شيئا غير الأعمال الصالحة، وأنه إذا عصيتم الله أدخلكم جهنم. ثم رفع النبي رأسه إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت؟ ثم نزل من المنبر وصلى بالناس وعاد إلى بيته. في تلك الليلة أصابت النبي حمى شديدة، فأخذ جميع من كان حوله ينظرون إليه بقلق وخوف عليه، وكانت السيدة فاطمة أكثرهم قلقا عليه. وحينما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينه ورأى ابنته فاطمة أمامه، أمرها أن تقترب منه قليلا، فتقدمت نحوه فهمس بأذنها بكلام قصير فهدأت واطمأنت. يا زهراء أنت ملاذي بيوم المحشر، يا زهراء يا روح المختار وحي. ثم فتح النبي عينيه مرة أخرى وقال بصوت ضعيف: ايتوني بأخي ورفيقي. علي عالي على كل عالي، كل عالي علي يم وكل من الرب، كل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب. فعلم الجميع أنه يريد عليا، فجاء علي وجلس إلى جانب الفراش، فأشار إليه النبي أن يقرب رأسه منه، فهمس في أذنه بكلام قصير. فسألته إحدى زوجات النبي عما قال له، فأجابها علي قائلا: لقد علمني النبي ألف باب من العلم، وأوصاني بشيء ولا بد لي أن أعمل به. وبعد ذلك لم يفترق علي عن النبي، ووضع رأس ابن عمه على صدره، فقال النبي لعلي: يا علي، غسلني بعد موتي وكفني، وإني أرغب في أن تصلي علي بنفسك ولا تفارقني حتى تدفني. واه.
وفجأة أضاء وجه النبي صلى الله عليه وآله وتبسم ابتسامة رائعة، ولم تمر لحظات حتى عرجت روح أرحم الناس بربها العلي العظيم. نعزي جميع أهل العزاء في ذكرى استشهاد رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، وفي هذا اليوم الحزين والأليم. أصدقائي الأعزاء، هل تعلمون ماذا قال النبي لفاطمة الزهراء سلام الله عليها حتى هدأت نفسها واستقرت؟ وماذا قال للإمام علي عليه السلام حتى قال أمير المؤمنين بعد ذلك: إني أعمل بجميع وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وقد رأينا أن أول شخص التحق بالنبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته ابنته السيدة الزهراء سلام الله عليها، ولذلك فهي قد هدأت حينما أخبرها بأنها ستكون أول من يلتحق به بعد وفاته، يعني أنها ستستشهد بعده مباشرة. ورأينا أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام قد صبر وتحمل أنواع الظلم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لمدة 25 سنة، حيث تعرض خلالها لمختلف أشكال الأذى. ويمكن أن تكون إحدى وصايا النبي لعلي عليه السلام هي أن يصبر ويتحمل. أعزائي، مرة أخرى نعزي جميع المسلمين ومحبي رسول الله وأهل بيته الطاهرين في هذا المصاب العظيم واليوم الأليم. سنلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة لنتحدث معا عن جوانب أخرى من حياة المعصومين عليهم السلام. حتى لقاء آخر من برنامج رياحين الجنة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.